كون في قصة مكان الآن إلى الطائف مع مسجد الصادرة اللي يعتبر من المساجد التاريخية في الطائف، تتمثل أهميته في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصلاته بهذا المكان عند دخوله إلى الطائف. نتابع هذا التقرير اللي قدمه لنا الزميل بهاء عسكر. مسجد الصادرة بالطائف. بني هذا المسجد في الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه لحصار الطائف بعد غزوة حنين في السنة 8 للهجرة، حين مر على هذا الموضع وعند سدرة تسمى بسدرة الصادرة، فأدركته الصلاة فصلى هو وأصحابه في هذا المكان من وادي نخب. هذا المسجد يعتبر حقيقة من المواقف التي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام المتعددة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية. هذا المسجد أتى إليه النبي أو أتى إلى موقعه بالأحرى، وطبعا أتى إلى هذا الموقع أثناء قدومه إلى غزوة وحصار الطائف. تم تجديد مسجد الصادرة ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية، فتم الحفاظ على طريقة البناء القديمة من الأحجار المرصوصة حتى في مئذنته، وجدد البناء على مساحته السابقة وعلى موضع المحراب نفسه. اللجنة القائمة على مشروع ولي العهد لترميم المساجد التاريخية في المملكة العربية السعودية إلى أهمية هذا المسجد، وقاموا في الحقيقة بعمل جبار وجهود يشكرون عليها، من ضمنها ترميم هذا المسجد بالخامات الطبيعية المتاحة في هذا الموقع للحفاظ على حقيقة رونق هذا المسجد وأيضا البعد التاريخي له. اكتسب مسجد الصادرة بالطائف أهمية تاريخية لارتباطه بمسير المصطفى عليه السلام هو وصحبه الكرام حين دخولهم إلى الطائف 8 أعوام الهجرة. بهاء عسكر، محافظة الطائف.